نروح إلى خبر زي ما كنت بقول لحضراتكم منذ قليل. وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي توقعت تسارع معدل النمو الاقتصادي المصري من 4.2% في 2017 الماضي إنه يوصل إلى 5% بحلول عام 2019، وبعدها يعلى ل 5.5% بحلول عام 2021. والحقيقة أن الوكالة كمان توقعت في تقرير نشرته امبارح الثلاث تراجع نسبة عجز الموازنة للاقتصاد المصري عشان تسجل 8.5% خلال العام المالي 2018-2019 مقابل 10% خلال العام المالي 2017-2018. موديس كمان، وده كان تقرير مهم جدا، تقرير المتعلق بالتصنيف الائتماني العالمي، موديس كمان أشارت إلى أن لديها نظرة اقتصادية مستقبلية مستقرة بشكل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والنظرة دي يعني حسب ما هي وضحت في هذا التقرير بتقول أنها نتيجة لانعكاس نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وده يمكن قلل من تأثير الصراعات الإقليمية على اقتصاد المنطقة. الوكالة كمان متوقعة نمو اقتصاد، يعني هي مش بس اتكلمت على مصر الحقيقة، هي كمان توقعت نمو اقتصاديات العراق والأردن ولبنان بنسب 2.9% بالترتيب كده، و 2.5% و 2.8% على التوالي خلال 2018 الجاري. وبالنسبة لتونس برضو توقعت أنه يحصل تسارع في نمو الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ، وأن ده ممكن يسجل 2.8% خلال 2018 بدل ما كان 2.3%، ويمكن دي النسبة اللي كان سجلها في 2017 الماضي. ده يمكن بفضل بالنسبة لتونس، يعني لأن الناس ممكن تستغرب الحقيقة، أي حد ممكن يقرأ هذا البيان ممكن يستغرب شوية أو هذا التقرير يستغرب، لأنه تونس احنا عارفين أنه ما زالت بتعاني مشاكل كثيرة بها عدم استقرار، ففكرة أنه يتم التوقع لها بزيادة نمو التصنيف الائتماني ليها وتسارع معدل نمو الاقتصاد ده كمان ممكن يبقى شيء غريب شوية. الوكالة هنا أو تصنيف موديز متكلم إنه ما توقعاته من زيادة في النمو الاقتصادي في تونس ده بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية هناك، خصوصا القادمة ليها من فرنسا وإيطاليا، فده بشكل مباشر. ممكن إن شاء الله نبقى قريبا بإذن الله نتكلم، لأنه أنا عارفة أن في ناس ممكن تتساءل إيه الفرق ما بين يعني أن تكون الحالة الائتمانية مستقرة أو أن تنتقل من مرحلة الاستقرار لو هي سلبية بعدين تنتقل لمرحلة الاستقرار ثم إلى مرحلة الإيجابية يعني أو إيجابي، فإن دي كلها مؤشرات بتدل على إيه، ليها علاقة مردودها إيه. ممكن إن شاء الله نبقى قريبا نخصص كده فقرة نتكلم فيها عن بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة جدا.